نروح ونعرف نادي الزمالك رده عامل ازاي. الزمالك اعلن في بيان رسمي عدم وصول حكم النجاز، وهيكون معانا مداخله برضو نفهم منها المشهد عامل ازاي. اعلن نادي الزمالك في بيان رسمي عدم وصول اي خطابات رسميه من جانب الاتحاد الدولي بشان ملف حمدي النجاز في الوقت اللي اعلن فيه اللاعب ومحاميه بصوره رسميه صدور القرار. ده البيان اللي نزله نادي الزمالك. اهو الزمالك كان في وصول اي خطابات من الفيفا بشان الهارب حمدي النجاز. انا بقرا لكم الخبر اللي موجود على الموقع الرسمي لنادي الزمالك علشان يبقى احنا بنتعامل مع الموضوع بموضوعيه شديده. طيب نروح الناحيه الثانيه عند نادي الزمالك. انا معايا على التليفون الاستاذ احمد عبد الفتاح محامي نادي الزمالك في القضايا والشؤون الخارجيه. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. نور استاذ ابراهيم، مساء حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. خليني اسال حضرتك في البدايه، هل القرار وصل نادي الزمالك ام لم يصل؟ لم يصل اي قرار لنادي الزمالك. ايميلي موجود، مفيش فيه حاجه رسميه وصلتني. ومفيش فيه اي حاجه رسميه ولا يعني فتحت النهارده الساعه 4 والساعه 5 وشفت كل حاجه وشيكت تمام مفيش اي حاجه؟ انا طبيعه شغلي مخليني 24 ساعه الايميل، مفيش حاجه استلمها نادي الزمالك ولا انا استلمتها. معلش انا برضو اسال اسئله قد تبدو ساذجه نوعا ما، ولكنه على انه انا لسه معايا مداخله كانت من السيد انيس محامي حمدي النجاز وقال لي لا والميل مبعوث ومبعوث لكافه الاطراف. حضرتك تؤكد انه لم يحدث على الاطلاق ولم يصلك اي شيء رسمي؟ على ايميلي الشخصي لم، او بريدي الالكتروني الشخصي اللي موجود في الدعوه، لم استلم اي حكم رسمي يخص قضيه حمدي النجاز. عاده في الامور اللي شبه كده بيصل برضو طالما ميل حضرتك موجود بيصلك نسخه من الـ من الـ البريد الالكتروني زي ما بيتبعت لنادي الزمالك والاتحاد الكوره، ولا عاده لا يصل اصلا؟ لا لا عاده انا بيصلني لو في عاده بيصل البريد الالكتروني موجود في الدعوه. موجود في الدعوه اللي انا بمسكها، مش كل قضايا الزمالك. القضايا اللي احنا بنمسكها يكون بريد الالكتروني خاص بالاعلانات والقرارات موجود عندنا، او بالمخاطبات والمراسلات ما بيننا وما بينهم. عظيم. اسال السؤال الثاني، امتى حضرتك تسلمت ملف القضيه بالكامل؟ تسلمت ملف القضيه بعد ما قام اللاعب رفع الدعوه، غالبا في شهر نهايه شهر يناير بدايه شهر نهايه شهر يناير بدايه شهر فبراير. في فتره في شهر يناير فبراير بعد ما كان اللاعب رفع دعوته، وبعد ما كان اللاعب غادر الزمالك بدون وجهه وبدون سبب. صحيح. خلينا نتعامل دلوقتي بقى كما لو انه الموقف الحالي يسبب ازمه. انتوا كنادي زمالك او حضرتك كمحامي لنادي الزمالك، ما الخطوات القانونيه المتبعه في هذه الحاله؟ احنا نتخذ الخطوات القانونيه فقط في حال وصول شيء رسمي لينا. لو لا قدر الله القرار صادر ضد الزمالك وما ارتضيناش بالحكم، هناخد الاجراءات ونطلب حيثيات الحكم وهنرفع الاستئناف في المواعيد القانونيه. طيب الجزئيه بتاعت لو صدر، ده لو وصل، ده لو وصل وصدر. طيب انا ده كويس ان احنا بنسال كل الاسئله الافتراضيه. طيب الجزئيه الثانيه، ماذا لو نادي الزمالك صدر ضده قرار بالعقوبه وايقاف القيد؟ يعني الاثنين سواء، يعني العقوبه الماليه ممكن يبقى مقدور عليها، طب ايقاف القيد ايه اللي بيحصل فيه؟ استاذ ابراهيم، يمكن الناس بتستخدم فزاعه كلمه ايقاف القيد. الموضوع ده مش هين ومش سهل ان هو يتنفذ بالطريقه اللي بيتنفر بيها. كلمة إيقاف قيد ده بيوصل في مرحلة متأخرة تماما من الدعوة. انت لما كنت في مداخلة مع حضرتك قبل كده واتكلمنا عن العقوبات سواء المالية أو إيقاف القيد أو العقوبات الرياضية اللي بتأثر على مستقبل نادي أو مسيرة النادي في التعاقد مع لاعبين سواء محليين أو خارجيين، دي مرحلة متأخرة جدا وبتفترض فقط في حال صدور حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه ووصلت للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي والنادي ما نفذش القرار. دي مرحلة متأخرة جدا. صحيح، انما في الوضعية اللي احنا بنتكلم فيها حضرتك بتقول انه في استئناف بيحصل على مثل كذا قرارات، مظبوط كده؟ اي طرف ما بيرتضيش بالحكم بيستأنف عليه. صحيح. هو بالظبط، بس ده مش معناه ان القضية صدر فيها حكم رسمي. في حكم اكيد هيصدر، ممكن احنا نشوف ان هو من وجهة نظرنا غير مناسب لمعاطاة القضية فبنطعن عليه بالاستئناف. ده لو احنا او الطرف الثاني مش 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 مرتضي بالقرار بيطعن عليه بالاستئناف. هل اذا حصل وكان هناك قرار، هل هناك اتجاهات لحلول ودية في الامور اللي شبه كده، ولا بيبقى المسلك هو مسلك قانوني بحت؟ الودية، فكرة الودية في اي قضية ما فيش ما يمنع منها. بس انا عندي قضية لاعب فسخ عقده من وجهة نظري انا بدون سبب رياضي عادل وساب النادي ومشي. لو في مجال للودية كان بدأت من الاول، كان اتضح ان اللاعب ليه رغبة في ان هو يحل موضوعه بشكل ودي.
احنا هنقعد مع الاداره وهنحلل القضيه عن سواء الحكم لينا او علينا، وبناء عليها هنتخذ الاقرارات القانونيه اللي تحمي حق الناس. عظيم. بس فكره ان يطلع ان الزمالك عليه عقوبه ماليه، غرامه ماليه، منع تسجيل، لا، الزمالك هيقيد وهيسجل لعيبه في الفتره الجايه. طيب السؤال الاخير هو في ملف تاني، هو ملف شيكابالا ولشبونه، ما هو الموقف الان؟ برضه سمعنا ان في قرار طلع وفي عقوبه على النادي. القضيه احنا يمكن القضيه دي من 2015، بقى لها حوالي 5 سنوات. ايوه. احنا مؤخرا استلمنا الملف او استلمنا الشغل في الملف من شهر فبراير اللي فات، يعني بنشتغل على الشغل اللي كان موجود عليه قبل كده. لسه القضيه تقيد التحقيق وهيصدر فيها قرار غالبا في فتره قريبه، بس ما نقدرش نقول لك حتى اتكهن بنتائج القرار يعني. عظيم. القضيه زي ما حكيت لك يمكن من اقل من شهرين. والملف ده بقى له 5 سنوات. ومشكورا الجماعه اللي كانوا شغالين عليه، طالت المده، بس احنا ان شاء الله بنكمل على شغلهم وهنشوف اللي فيه صالح للزمالك وهنعمل. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الفتاح محامي نادي الزمالك في القضايا والشؤون الخارجيه، بشكرك شكرا جزيلا، وتعقيب مهم.